تحية لكم مشاهدينا الكرام. إذا عاد الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولم يعد الوزراء والوكلاء وكذلك المستشارين. إذا مشاهدينا الكرام، قبل شهر تقريبا صدرت توجيهات من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي بضرورة تواجد الوزراء والمستشارين والوكلاء أيضا، وضرورة عودتهم وتواجدهم في عدن وكذلك في مأرب للقيام بمهامهم وتطبيع الحياة في المناطق المحررة. في هذا الجزء مشاهدينا الكرام سوف نتطرق ونفتح ملف عودة الوزراء والمسؤولين إلى داخل البلاد، ونتساءل عن أسباب تأخر عودتهم حتى اليوم. أيضا هل هناك ظروف ربما موضوعية تعوق تواجدهم سواء كان في عدن أو حتى في مأرب، وربما لماذا تأخر أيضا عودة الوزراء وبعض الوكلاء والمستشارين للبلاد رغم هذه التوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الرب منصور هادي. وفي حال يعني رفض هؤلاء المسؤولون العودة إلى البلاد لممارسة حياتهم وربما تطبيع الحياة بالنسبة للمواطنين داخل المناطق المحررة، كيف سيتعاطى هادي مع هذا الرفض؟ إذا مشاهدينا الكرام، قبل البدء في النقاش حول موضوع هذا الجزء، كما تعودنا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش بمعية ضيوفي لهذه الحلقة. عاد الرئيس ولم تعد كتائب وكلاء الوزارات ونواب الوزراء ومدراء العموم وغيرهم من العشرات من المسؤولين الذين مضى على توجيهات رئيس الجمهورية بعودتهم إلى عدن ومأرب قرابة شهر دون أي استجابة أو التزام بتنفيذها. كان الرئيس قد أدرك مؤخرا ذلك العبث الذي جلبته مئات القرارات والتعيينات بعد أكثر من 3 سنوات على إقامة المسؤولين خارج البلاد وتنقلهم بين عواصم دول الخليج ومصر والأردن وتركيا. قرارات تمنح نائب الوزير راتبا يتجاوز 5000 دولار ومثله وكيل الوزارة، وأما الوزير فأكثر من 7000 دولار، والأقرب إلى الخيال وربما الجنون هو راتب محافظ البنك المركزي الذي يستلم 34000 دولار وهو مقيم في الأردن، بينما البنك في وضع المعطل وغير فاعل. أمر شجع المسؤولين الحكوميين على البقاء خارج اليمن ودفع بالمئات إلى اللهف وراء الحصول على قرارات وتعيينات هدفها الراتب ونتائجها إهدار المال العام في بلد منهكة تشهد معركة شرسة يخوضها رجال الجيش الوطني والمقاومة لتحرير ما تبقى من المحافظات، ويجتازون المصاعب والتحديات بمعاناة شديدة وسط ضعف في الإمكانات والعتاد وغياب الراتب. وللحد من ذلك العبث، وجه رئيس الجمهورية بسرعة عودتهم لممارسة مهامهم من العاصمة مؤقتة عدن أو مأرب، بما من شأنه تفعيل دور الوزارات وكوادرها ومضاعفة الجهود وممارسة المهام من داخل اليمن. لكن هل التزم نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء العموم بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي ورئيس الحكومة؟ تؤكد مصادر حكومية اليمن شباب أن 20 يوما مرت على إصدار التوجيهات ولم يعد نائب لوزير أو وكيل وزارة، وكأن توجيه الرئيس لم يصدر، وهو ما يضيف إلى جانب ما تشكله تلك القرارات والتعيينات من عبث وإهدار للمال العام مزيدا من الأضرار بثقة رئيس الدولة والحكومة لدى اليمنيين، وهم يتابعون كيف يرفض المسؤولين الحكوميين توجيهات الرئيس أو يتجاهلونها. فهل يتبع توجيهاته التي لم تجد طريقا للتنفيذ بإجراءات توقف العبث وتضع حدا للرافضين العودة لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم من داخل اليمن؟ إذن تابعنا هذا التقرير، وهذا التساؤل سوف الذي ختم به التقرير سوف نطرحه هنا للدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. نرحب بك معنا دكتور عبد الباقي. إذن نحن نفتح اليوم ملف هذا عودة الوزراء والمستشارين وأيضا الوكلاء إلى أرض الوطن لممارسة أعمالهم من هناك. ربما الجديد في هذا الموضوع أن الرئيس عبد الرب منصور هادي متواجد في عدن وأصدر قبل شهر تقريبا توجيهات تقضي بعودتهم إلى عدن وإلى مأرب لممارسة أعمالهم. بداية، كيف تنظر إلى هذا التوجيه الرئاسي الذي صدر من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ أعتقد أن هناك عنصرين اثنين. العنصر الأول استراتيجي، بمعنى أنه لا يمكن لك أن تقوم بعملية ما يسمى هناك انقلاب، ونحن تحدثنا في هذا في الماضي. نعم، هناك انقلاب وجماعة تدير الحياة اليومية تحت الضغط، تحت القوة، تحت الواقع،
وسلطة شرعية خارج الجغرافيا من المفترض أن يتم إحلالها بديلاً عن السلطة الانقلابية، وهذا يتطلب أن يكون لك كيلومتر واحد على الأقل في الجغرافيا، ومن هنا نستطيع أن تدير الحياة اليومية وتمارس السيادة في حتى كيلومتر واحد، وعلى أمل أنك تتقدم أو تستعيد يومياً أو شهرياً جزء من الجغرافيا والمؤسسات. الذي حدث أن خروج السلطة الشرعية إلى خارج الجغرافيا أعتقد يعني كان كارثة أو خطأ استراتيجي كبير للسلطة الشرعية، وكان هناك نوع من يعني من الرغبة لدول التحالف أن تبقى السلطة الشرعية في الخارج حتى يتم لها تدير الحياة اليومية اليمنيين. الآن نحن لا نريد، إذا كان هذا القرار هو قرار مؤقت أو غير استراتيجي سيذهب يعني مع الريح، نحن بحاجة إلى ماذا تقصد أنه غير قرار استراتيجي؟ يعني والرجل أصدر هذه التوجيهات وهو الآن متواجد بمعية بعض الوزراء في عدن، إذن هو يعني ربما يكون قرار استراتيجي. لا، نحن الآن ندعم هذا التوجه، وأعتقد أنه إذا رئيس الجمهورية اتخذ قرارا حاسما بعدم الخروج من عدن والبقاء في الداخل، عليه أن يكون يندرج هذا ليس في إطار يعني مؤقت أو في إطار أنه سيعيد النواب ثم هو يخرج، عليه أن يبقى في الجغرافيا اليمنية، لأن لا يمكن لك أن تستعيد سلطة، لا يمكن لك أن تحدث عن دولة، لأن حتى فكرة الدولة اليمنية بدأت تتلاشى. فكرة الدولة والتقاء الناس حول الدولة اليمنية حول الهوية الوطنية، الآن لما نقول السلطة اليمنية تجسيدها، الآن هناك ثنائيات، هناك تعدد، في هناك المجلس الانتقالي، هناك صورة لهذه السلطة، هناك عبد الرب منصور عدوية الشرعية، هناك الانقلابيين. وبالتالي هذا خطير، لهذا أعتقد أن بقاء الرئيس إذا اتخذ قرارا حاسما واستراتيجيا من منطلق أنه لا يمكن تحرير جغرافيا واستعادة مؤسسات وممارسة السيادة وأصل السيادة إلا داخل الجغرافيا، فإننا ندعم هذا التوجه. وعلى رئيس الجمهورية، لأن هؤلاء الذين في الخارج أصبحت قد أداروا حياتهم وأصبحت لهم علاقات ولهم مرتبات في الخارج وقد سحبوا معظم أسرهم، وبالتالي أصبحوا يعني بوجودهم في الخارج يستجيب لمصالحهم الذاتية على حساب الوطن، بينما نحن طالبنا منذ 4 سنوات برئيس الجمهورية بذاته، قلنا عليه أن يموت في الداخل وليس في الخارج، وعليه أن يكون في الداخل مثل اليمنيين. والوزراء، لا يمكن أن نستعيد دولة والوزراء في القاهرة وفي الرياض وفي أماكن أخرى، استعادة الدولة يعني نحن في مرحلة استعادة الدولة وفي صراع مع الملكيين الإماميين، حتى على الوزراء أن يكونوا في زي المقاومة وليس فقط في زي المدنية. أنا دعني أيضا أتوقف عند هذا التوجيه الرئاسي الذي صدر بعودة المسؤولين إلى أرض الوطن، وتحدث أنه يجب عليهم العودة إلى عدن أو حتى يعني مأرب. ماذا نقرأ بالعودة إلى مأرب؟ هل أنه عدن ربما الآن لا تستوعب بعض اليمنيين؟ لا أريد أن أقول أن هناك ربما يعني صبغة عنصرية بهذا الموضوع، أنه عدن الآن لم يعني ليست لكل اليمنيين، فبالتالي أنت كيف تقرأ أنه الذهاب إلى مأرب إذا لم يتسنى له الذهاب إلى عدن؟ نحن أعتقد أن المسألة واضحة، هناك مجال تم استعابته وهناك صراع، هناك يعني مكونات ميليشياوية تتجاوز السلطة الشرعية، هناك يعني دفع من الإمارات العربية المتحدة بعدم استقرار السلطة الشرعية في عدن، وبالتالي أعتقد نحن قلنا في فترة سابقة أن بقاء يعني أنا مع تواجد السلطة الشرعية ليس في مأرب، أنا مع تواجدها في عدن وعودة السلطة التشريعية، أعضاء البرلمان أيضا هؤلاء الذين الآن في الخارج يشكلون، نحن قلنا السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حتى بعددها القليلة، والسلطة القضائية وعودة حتى مؤسسة المجتمع المدني، وعودة كثير وإعمال إذا السلطة الشرعية أعملت ميناء عدن ومطار عدن. هذا التواجد الكثيف سيحرك الحركة الاقتصادية، سيخلق نوع من التواصل مع أبناء المجتمع اليمني، سيخلق نوع من الاستئناس ومن استعادة هوية، سيكون هناك ضغوط شديدة من بعض المشاريع غير الوطنية، لكن هذا الوجود اليمني ووجود السلطة الشرعية سيستعيد للسلطة مكانتها ويجذرها. الذهاب إلى
مارب، يعني نحن داخل المشروع المرسوم اللي هو أن كل ما هو مرفوض من الإمارات ودول التحالف، كل ما هو ما يسمى شمالي عليه التوجه إلى مارب أو مصنف كمنطقة معلمين الإصلاح تحت الإرهابيين الآخرين، أنا أعتقد أن على رئيس الجمهورية اتخذ قرارا شجاعا وقرارا استراتيجيا وليس قرارا مؤقتا بالحياة أو الموت في جغرافية عدن. على الوزراء يعطيهم ما يقارب، يعني لازم نحترم نحن نقول أنه مدارس وأسر وإلى آخر، لكن يعطيهم فترة محددة وسريعة للعودة للداخل أو يتم بتغييرهم، بالتالي هم سيفقدون مصادر العيش، بالتالي هناك الذي يوجد في الداخل هو الذي يستحق بما فيه، يعني بالتالي لا يمكن لنا لهؤلاء أن يكونوا وزراء يديرون البلد وهم في خارج الجغرافيا. طيب، على ذكر أنه أهمية تواجدهم الآن في المناطق المحررة تحديدا في عدن، هل الآن أصبح الوضع ملائم لعودة هؤلاء المسؤولين؟ هل الوزارة يعني يتوفر بها البنية التحتية لكي يذهب كل وزير إلى وزارته؟ يعني هل هالأمور أصبحت مطبعة حتى يعود هؤلاء المسؤولون لممارسة أعمالهم؟ أعتقد أن إذا انتظرنا حتى يتم تطبيع الأوضاع لن تطبع الأوضاع، تطبع الأوضاع بالعودة إلى الجغرافيا. وأنا ضد مارب، يمكن حتى إذا كان في منطقة وسطى مؤقتة، هي مدينة تعز المدينة التاريخية لإدارة استعادة السلطة أو حتى الانقضاض عليها، يتم دائما من هذه المدينة الحامل الجماهيري للمشروع الوطني الفيدرالي، بالتالي هذه المدينة في حال ما نبعدهم إلى مارب إلى مكان آخر، نحن نقوم بتحقيق الهدف اللي هو يعني إيجاد جماعة في مارب وكأنها مقاطعة منفصلة، لكن إيجاد سلطة يعني في حالة مؤقتة تتمدد أو تتحرك بين عدن وتعز، هذا يخلق نوع من التواجد قرب عدن قرب السلطة الشرعية ويمهد للانتقال، لكن عندما يتم في عودة جماعية ولكن عليهم أن يتخذوا الإجراءات الأمنية وإيجاد قوات تحمي الرئيس. صحيح، يعني هذا حتى يعني ربما البعض يتحجج أيضا بالجانب الأمني، وربما هناك يعني هم يعني لما نتحدث بالجانب الأمني عليهم، نحن في معركة حرب وفي معركة الوطن اليمني يتمزق وهناك مشاريع إقليمية، وبالتالي هل نحن يعني الشعب اليمني سيموت من غيرهم عندما يظلون في الخارج وأنهم خائفون على والذين قتلوا في الداخل، وهؤلاء الذين تم قصفهم في مدينة تعز، وهؤلاء اليمنيين الذين يقتلون من يموتون من الجوع ويموتون في مارب وفي صنعاء وفي الحديدة، هل هم يعني هؤلاء الوكلاء والوزراء الذين يتنعمون بخيرات الشعب اليمني أفضل منهم؟ عليهم أن يعودوا في الداخل هم وأسرهم ويتحملون. نحن الآن أنا مستقل، لا يعني سيقول الآخر لماذا تتحدث أنت ولا تعود؟ أنا لست موظفا حكوميا ولست وزيرا ولا وكيلا ولا علاقة لي بالسلطة الشرعية، لكن المنطق يقول أنكم إذا أنتم تستلمون مرتبات وتأخذون هذه المناصب، نحن الرئيس منحهم والشعب منحهم هذه المناصب للتواجد في الجغرافية، ولا يمكن لنا، أقولها لا يمكن نحن أن نرتكب كارثة عندما نبقى في الرياض. صحيح أن هناك أموال حلوة يعني وفارق السعر جيد، لكن أيضا الشعب اليمني يموت يوميا، نحن 4 سنوات نحن أمام مشروع خطير، واليوم يتحدثون عن تدويل المسألة اليمنية، بالتالي إذا قمنا بعملين اثنين، العمل الأول التحرك من جغرافية عدن كمركز كعاصمة مؤقتة. اثنين عودة السلطة القضائية والتشريعية إلى الداخل، عودة نشطاء المجتمع المدني أيضا والتجارة، وعلى الرئيس أن يسرع بإعمال ميناء عدن أو حتى باستدعاء الصين إذا ادعى الأمر بالكويت، اتخذت قرارا حاسما يستطيع الرئيس يعطي للصين مشاريع مستقبلية بمقابل ويستطيع أن يحقق الاستقلال. قبل أن أقول هل الرئيس قادر أنه يتحرك دون ميزانية لدول التحالف؟ يستطيع أن يدخل في شراكة مع الصين التي تطمح إلى التواجد في ميناء عدن والتواجد في بعض الجزر لاتفاقيات، ويستطيع أن تضع منح وقروض في سنتي هذه النقطة إن كان يستطيع الرئيس مصر هذه للقيام بما ذكر. ليس فقط يستطيع، عليه أن يستمد
ميت. نعم. نحن لم نفوضه ليبقى في الرياض، فوضناه في الداخل. طيب ربما يجب كان ان يكون معنا السيد فهد الشرفي مستشار وزير الاعلام والقيادي في المؤتمر ايضا الحديث عن هذا الموضوع، ولكن ربما يعني تعذر مشاركته، ونتمنى طبعا ان يشاركنا بحيث نحن يعني نريد ان نسمع ايضا طرف حكومي حول هذا الموضوع. الان ينضم معنا السيد غمدان اليوسفي المحلل السياسي، نرحب بك معنا سيد غمدان. اهلا وسهلا. مساء الخير سيد غمدان. اذا نحن نتحدث عن هذا التوجيهات الرئاسيه الاخيره بعوده المسؤولين الى الداخل لممارسه اعمالهم، كيف تنظر بدايه سيد غمدان الى هذا التوجيه الرئاسي الذي صدر من الرئيس عبد الرب منصور هادي وايضا تواجد الرئيس حاليا في عدن؟ توجيه الرئيس، المعذره اولا اختفى صوتي بشكل غير يعني بشكل مفاجئ. توجيه الرئيس يجب ان يكون مصحوبا باجراءات اداريه اكثر صرامه. اول هذه الاجراءات وهي حق من حقوقنا، يعني نحن كمواطنين يمنيين وهذه الرواتب يعني تدفع من ميزانيه يفترض انها تذهب لتنميه بلدنا، ويفترض انها تذهب يعني كرواتب لمعلمي ابنائنا، كرواتب لمسؤولي مياه منازلنا، يعني اذا نظرنا لها بالمنظور الطبيعي يعني يفترض ان هذه الاجراءات المصاحبه اولا تبدا من يعني من تسجيل عذور وانصراف لهؤلاء الموظفين في الداخل اليمني، يعني في داخل مؤسساتهم، يعني ويبدا يعني في موازاه ذلك يعني خصم رواتب هؤلاء الموظفين يعني كاجراء اداري اولي قبل يعني واثناء تواجدهم في الداخل. يجب النظر يعني الى استراتيجيه الاجور على انها هي المدير الاول والاخير للموظف اليمني، تحويل رواتب الموظفين الى يعني من الدولار الى الريال اليمني، مع ايضا مع النظر يعني الى ارتفاع يعني او انخفاض سعر الريال مقابل الدولار، يعني يجب النظر اليه ايضا بعين الاعتبار كي لا نتحدث بطواويه وبنوع من التعالي ايضا على الواقع. يجب ان يكون يعني سيد غمدان، انت ترى ربما انه هذه التوجيهات يجب ان تكون هناك ايضا اجراءات كما تحدث اداريه صارمه، ومن يعني وتحدث ربما بشكل يعني مهم بالنسبه لي موضوع الاجور، يعني هل تقصد انه من الان يجب ان يتخذ هذه بتحويل رواتبهم من الدولار الى العمله الوطنيه حتى يتم ربما الضغط عليهم والعوده الى البلاد؟ نعم، يجب ان يكون اولا صندوق استلام الرواتب متواجد على الاراضي يعني اليمنيه بالداخل، ليس لا ان يتم يعني صرف هذه الرواتب من الرياض او من غيرها من الجهات. يجب ان تعود الدوله الى الداخل والمسؤولين الماليين في الداخل، وان يتم ايضا وضع حل لرواتب الموظفين المتواجدين في داخل البلد اولا الذين هم في العاصمه صنعاء، في تعز، في الزيتة، في كل المحافظات. هذه ما زالت الاشكاليه واقعه، كيف يتم صرف رواتب بعشرات الالاف من الدولارات في الخارج، بينما هؤلاء ايضا هم الاحق، هم الذين يعانون، هم الذين لديهم يعني التزامات واسر وعوائل وحرب وتضررات اقتصاديه وكل ذلك، لكن الذين في الخارج لا يقدم اولا شيء للبلد حاليا، يعني هم يعيشون اما يعني في هذه الدول، اما في القاهره او في الاردن او في الرياض او في تركيا، وبين يعني بينهم حتى اشخاص يعني لا اكشف سرا ان بعضهم طلبوا لجوء في الخارج ولديهم رواتب تزيد عن 2500 دولار او 3000 دولار، وهم يتسلمون رواتب من الحكومه الشرعيه حتى اليوم، وهؤلاء ابناء وزراء ايضا بينهم، وبينهم ايضا يعني ابناء مسؤولين. طيب. ابناء الوزراء الموجودين في الرياض. نعم سيد غمدان، ابقى معي، وضحت الفكره التي طرحتها الان، ابقى معي. ينضم معنا سيد فهد الشرفي مستشار وزير الاعلام والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، نرحب بك سيد فهد في حديث المساء معنا.
مرحبا وسهلا. مساء الخير، اشكر تواجدك طبعا، وارجو ان يتسع قلبك لي ربما يعني الاسئله، لانه الموضوع جدا حساس وكثير من التساؤلات سيد فهد. يعني بعد التوجيهات الرئاسيه التي صدرت من الرئيس عبد الرب منصور هادي بعوده هؤلاء المسؤولون سواء كان وزراء او مستشارون او حتى وكلاء الى العاصمه المؤقته عدن، هناك يعني ناس لم يعني يتواجدوا، فهل هناك يعني عوائق موضوعيه تمنع تواجدهم سيد فهد ورجوعهم إلى أرض الوطن؟ أولا هذه المسألة هي مسألة إدارية بحتة تتعلق بالوزراء ورئاسة الحكومة، والتوجيهات واضحة من فخامة الأخ الرئيس، ولا أعتقد أن هناك مسؤولا يمنيا سيرضى على نفسه أن يتأخر عن تلبية مثل هذه التوجيهات أو القيام بواجبه، وإذا لم يكن أو لديه تمنع غير مبني على غير مبررات مثلا منطقية، فمغادرة لهذا العمل أفضل. لكن أنا أعتقد أن الجميع سيلبون هذه الدعوة، يعني من يظن أن من هم موجودين الآن في خارج الوطن أنهم يعيشون في غد العيش، هذا كلام غير صحيح، خصوصا من يشعر أو خرج من اليمن لأنه صاحب قضية. هناك فرق يعني، لكن هناك أشخاص ربما قد يكونوا خرجوا من أجل الركوب على هذه القضية، وأنا لا أقول بلام بعينه أو علا، لكن هذه النماذج موجودة في كل زمان ومكان. فهناك أصناف من الناس، هناك من هو صاحب موقف، وهناك من هو يبحث عن ربما مصلحة أو يبحث عن فائدة أو حتى البحث عن المصلحة هذا شيء مشروع. أي يمني أن يبحث عن مصلحة، والحكومة هذه حكومة أبناء اليمن، لكن نحن الآن في حالة حرب من أجل استعادة اليمن. طيب. ولذلك يجب أن تكون حكومتنا حكومة حربية، وأن ينزل الناس وأن يقوموا بدورهم. يعني وعلى ذكر الدور سيد على ذكر الدور سيد فهد، ما الذي كان دورهم يعني هؤلاء الوكلاء ربما وبعض الوزارات أيضا في الخارج، وربما لم تكن هناك وزارات متواجدة يعني تقدم للمواطنين يعني خدمة في عدن؟ أنا ربما لو تسأليني عن رأيي الشخصي، أنا من الذي يرون أن هذا التضخم الكبير في حجم الحكومة لا حاجة له، لكن ربما أن الرئاسة أو الحكومة تعاني من إحراجات معينة ومن ضغوط معينة من قبل القوى التي تندرج أو تنضوي اليوم تحت لواء الشرعية، وهناك يعني ترتيبات لترتيب أشخاص خرجوا من اليمن كمنكوبين، إضافة إلى أن هناك كثير من المخرجات التي أصبحت عبء على الحكومة الآن، يعني مصحب قضايا ومن منكوبين ومصحب شهائد ربما لم يحصلوا على فرصة أيام النظام السابق أو ما قبل 2011. هناك كثير أيضا من القيادات الشبابية الذين يرون أنهم ساهموا في انتفاضة 2011 وقاموا بدور وأسقطوا النظام، ولذلك يرون أن على الدولة أن تستوعبهم. هناك كثير من العوامل المتشابكة والمعقدة التي أدت إلى وجود هذا العدد وهذا إذا كما تتحدث ربما هذا التضخم كما وصفته سيد فهد بهذه القرارات وهؤلاء التضخم هو مثل ما ينظر جميل. إليه الناس. طيب هل نعتبر أنه ربما هذا التوجيه الرئاسي الأخير لفخامة الرئيس يعتبر ربما البداية الآن لحل هذه المشكلة وعودتهم إلى الداخل وربما أيضا فرز هؤلاء المسؤولين ومدى نجاعة تواجدهم ومدى خدمتهم للمواطنين من أرض الوطن؟ الحقيقة أنه كل وزارة معروف أنه كل وزارة مهام، وكل اليوم هناك غياب لهذه الوزارات في المناطق المحررة، يعني الوزارات الخدمية، إضافة إلى أنه حتى عندما نجلس مع يجلس المرء مع الحكومة إلى الآن ليس لديها موازنة معروفة، يعني ليس هناك موازنة ولا نفقات تشغيلية لهذه المكاتب لتقوم بدورها. مثلا عندما نتساءل عن مكاتب الصحة في المحافظات المحررة، هل تعمل كما كانت تعمل مثلا قبل 2011 أو قبل 2014؟ حتى عندما نسأل مثلا عن وزارة الإعلام، هل هذه الوزارة مثلا لديها اليوم مثلا إمكانية أن تشغل حتى قناة عدن من عدن؟ يعني قناة عدن لا زالت تشتغل من جدة، وهذا أمر معروف للجميع، وقبل أن تعيد أن تعاد قناة عدن من عدن، فالحديث عن إعادة مثلا قناة صنعاء حديث يعتبر فيها شيء من العبث.
طيب يا سيد فهد، نعم دعني فقط في نقطة أنه ليس لديها ميزانية تشغيلية إلى الآن بالنسبة للحكومة، أو حتى طب من أين يصرف هذا الرواتب لهؤلاء الموظفين، وهذا كما تحدث الحشد الكبير من هؤلاء المسؤولون، ليس لديهم ميزانية حتى لافتتاح قناة من الداخل وعودتها وتشغيلها؟ لا لا لا، ليست المسألة ميزانية من الداخل، فالذي يدفع الميزانية في الخارج قد يدفع الميزانية في الداخل وتشغلها بطريقة أفضل بكثير مما هي عاملة في الخارج. لكن هل الظروف، هل لديها مبنى الآن في عدن؟ هل لو فتحت القناة في عدن ستكون آمنة؟ قد تأتي مظاهرة وتقتحم هذا القناة بكلها. يعني هناك أشياء لا بد أن تكونوا موضوعيين في دراسة مثل هذه الأمور. الأمور الموجودة في الميدان معروفة لكم، نحن مع عودة الجميع ومع أن يقوم لا، فهناك فرق بين أمرين. أنا شخصيا وكل إنسان يحب بلده ويشعر بالمسؤولية في هذا الظرف هو مع أن يعود الجميع وأن يقوموا بدورهم، خصوصا من لم يكن قائم بدوره مثل الجانب الإعلامي والحقوق الإنساني. هؤلاء حتى وإن كانوا خارج وهم يقومون بدورهم في إيصال رسالة الشعب اليمني وإيصال رسالة اليمنيين للعالم وإيصال رسالة العالم أيضا لليمنيين. طيب. والقيام بدورهم لا، لكن هناك وزارات لابد أن تكون موجودة، ومن لم يكن موجودا في عدن بإمكانه أن يكون موجودا في معرب أو في صعدة اليوم لدينا أو في البيضاء في كثير من المناطق المحررة. جميل. ونحن ننتمي ونحن إلى المناطق. جميل ما طرحته سيد فهد، ونحن نتساءل يعني لماذا يعني لا يتواجدون في أرض الوطن، وكما تحدث يعني كثير من المحافظ ممكن يمارسوا أعمالهم فيها. أنا أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك معي سيد فهد الشرفي، مستشار وزير الإعلام والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى سيد غمدان معي، تحدث سيد غمدان ربما لو استمعت السيد فهد أنه ربما الوضع وضع الحرب هو الذي أدى إلى هذا التضخم ربما بعدد الوكلاء وحتى المسؤولين حتى الآن، ولكن ربما تكون هذه التوجيهات بادرة من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي لحل هذه المشكلة. كيف ترى ما طرحه السيد فهد؟ ربما أتفق مع كثير من الطرح الذي يعني تقدم به الأخ فهد. يعني هناك يعني عدد من الملاحظات، يعني إذا كانت الحكومة تريد أن يعني أن تساعد هؤلاء يعني في ظرف هم يعيشون فيه في الخارج، ليس لديهم مصاريف وليس لديهم يعني ما يعولهم، يعني هذا ظرف في النهاية صعب، لكن أن تقحم مسألة الوظيفة العامة يعني في مقابل هؤلاء، بينما يعني كان يمكن أن يتم ترتيب لهؤلاء وضع خاص، يعني أن يتم تعيين لجنة، تشكيل لجنة معينة ويدرج يعني أسماء مثل هؤلاء يعني لديهم ظروفهم الخاصة ويتم منحهم رواتب. لكن اليوم أنت أغرقت المستقبل، لم تغرق الحاضر فقط بهذه الإشكالية. يعني اليوم وكيل الوزراء يتم تعيينه في هذا المنصب وسيظل هذا المنصب إلى مدى الدهر. يعني هذه المناصب التي لا تلتغي، يعني نحن ندرك ذلك، يعني لدينا ربما عشرات الآلاف من الوكلاء منذ تم تعيينهم في الفترات السابقة وتراكمت على الميزانية العام، واليوم أصبحوا متقاعدين وهم في سن الشباب، يعني لا يحضرون لا يداومون في المؤسسة الحكومية حتى في مرحلة ما قبل الحرب ومرحلة ما قبل 2011، يعني كان هناك آلاف الوكلاء يعني نيام في المنازل. اليوم أغرقت هذا الملف أيضا، أضفت إلى الأزمة أزمات جديدة، بينما كان يفترض أن تحل هذه الإشكالية بلجنة متخصصة بمعالجة ظرف مثل هؤلاء الذين هم في الخارج. يعني يجب أن لا نقفل على الواقع، في النهاية الناس خرجت كلها هاردة من الحرب يعني. نعم، وضحت الفكرة سيد غمدان، شكرا جزيلا، وأعذرني لضيق الوقت، ختمت معك سيد غمدان اليوسفي المحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الباقي، في هذا الموضوع يعني باعتقادك أنه نتفائل الآن، يعني كنا نتحدث في السابق أنه ليس هناك إجراءات يتم البدء فيها لحل هذه المشكلة والتضخم كما وصفها السيد فهد بهذه القرارات، الآن ربما تكون هذه التوجيهات الرئاسية بادرة لحل هذا الموضوع وعودتهم إلى الداخل لممارسة أعمالهم. أولا دعنا من الطرح الأول ولا الطرح الثاني، ليس هناك طوباوية وليس هناك الذي يستعيد وطنه من انقلاب أمام مخاطر الشعب اليمني، عليه ألا يفكر أنهم في مخاطر. اثنين، رئيس الجمهورية اتخذ قرار بعودة الوكلاء والوزراء، عليه أن تصاحب ذلك ترتيبات مالية وأمنية، هذا من الطبيعي. عندما يقولون يعني إنه حماية القناة وما قناتك، أكيد يعني طالما أنت اتخذت قرار على رئيس الجمهورية يجب أن تصحبها إجراءات. أنا قلت في قبل شيء أتمنى ألا يكون قرارا
في مهب الريح، عليه أن يضع استراتيجية، عليه يكون قرار مؤقتا كما تحدث يعني ويكون قرار استراتيجي، يعني عليه أن يضع خطة مالية، خطة أمنية، يستطيع ترتيب عودة هؤلاء الوكلاء إلى الداخل وفي تجمعات محمية مؤقتا حتى يتم ترتيب وضعهم، يعني لأنه نستطيع العودة إلى ما يسمى منطقة خضراء محمية مؤقتا ليتم بعد ذلك فتح الوزارة. اثنين، نحن نعلم أن 90% من المعينين لم يكونوا محرضة الجماهير اليمنية وكانوا أحبطوا الشعب اليمني بالسلطة الشرعية، لأنه كانت تعيينات مقابل منافع واصطفاف مع السلطة الشرعية. أعتقد أن وضع عودة على رئيس الجمهورية حتى لا يفقد مكانته وحتى لنظل نحلل قرارا مؤقتا عليه أن ينطلق من رؤية استراتيجية. أعضاء البرلمان في السابق قالوا أنهم لم يستطيعوا عقد جلسة رغم أن البرلمان مهدد بإلغاء عضويته في الاتحاد الدولي. بالتالي إذا أرادوا عودة المسؤولين علينا أن نشاهد ذلك جنب رئيس الجمهورية حتى 50 عضو برلمان أو 100 عضو برلمان يجتمعون في عدن تحت حماية السلطة. هل رئيس الجمهورية قادر؟ عليه أن يوفر ذلك، أو عليه على الأقل أن تكون هذه الاجتماعات في مدينة مقاربة لمدينة عدن، لكن علينا ألا نبقى في الخارج، ويعني على الأقل العاصمة المؤقتة قريبة لمدينة تعز. وضحت الفكرة، ربما يعني لو رخصها دكتور عبد الباقي، يعني نتمنى أن تكون هذه القرار بالنسبة للتوجيهات الرئاسية تكون استراتيجية وتتبعها إجراءات إدارية كما تحدث، ربما يعني نضع مساحة ربما بعد شهر أيضا، ربما نتحدث عن ما تم إنجازه، يعني هو أقل من شهر رئيس ربما الجمهورية. هذه التوجيهات رئيس الجمهورية سيفقد، نحن قلنا أن فكرة الدولة تلاشت، فكرة السلطة تلاشت، هذا القرار سيجسد الدولة في مؤسسات وفي شخصيات في الجغرافيا جنب المواطن. الآن الحوثيين مجسدين في سلطة واقعية انقلابية. جميل جدا، أشكرك دكتور عبد الباقي، وأنت باقي معي في المحور الثاني، سوف نناقش هذه التظاهر التي خرجت اليوم في تعز، ما أهميتها وأيضا المطالب التي رفعت من قبل المتظاهرين الذين خرجوا اليوم. فاصل قصير ونعود لاستكمال بقية ما تبقى من حديث المساء.